السلام عليكم، تحية نضالية للجميع. معكم الأستاذ خليل العوادي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. نشكر الساهرين على أشواق على هذه الدعوة بطبيعة الحال، حتى نعبر عن موقفنا ما يقع مؤخرا، واللي يمكن نعتبره هو حديث ساعة، وهو الاقتطاعات الأخيرة من أجور الموظفين والمستخدمين بداعي ولا تحت طائلة التضامن. إذن بالنسبة لنا احنا كمركزية نقابية، موقفنا وكان منذ اليوم الأول موقفا واضحا، فلا أحد منا بطبيعة الحال يكون ضد التضامن، وخصوصا ما تمر به بلادنا اليوم. أكيد لا يمكننا إلا أن نكون متضامنين، وبالمناسبة نترحم على الشهداء وموتى هذه الفاجعة، ونتمنى أن تخرج بلادنا إن شاء الله من هذه الجائحة وهي على أحسن حال. إذن بالنسبة للموضوع، الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم هو الاقتطاعات الأخيرة ومنشور رئيس الحكومة المؤرخ بتاريخ 14 أبريل 2020، والقاضي بضرورة الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين والمستخدمين. أنا ستحدث عن النقابة التي أنتمي إليها والتي أفتخر بالانتماء إليها، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ تأسيسها كانت دائما واضحة في مواقفها وفي مبادئها، وفيما يخص هذه النقطة أيضا كانت واضحة. وقبل أن يخرج رئيس الحكومة بهذا المنشور اللي هو المؤرخ ب 14 أبريل 2020، سبقته مجموعة من اللقاءات، وأخص بالذكر اللقاء الذي تم يوم أو الذي انعقد يوم 30 مارس مع النقابات الأكثر تمثيلية. كان في هذا اللقاء مجموعة من النقاشات، وهذه المعلومات استقيتها باتصالي في حينه بمجموعة من مسؤولين ومن قيادتنا الوطنية والتي حضرت هذا اللقاء. وأؤكد للجميع أن هذا اللقاء الذي كما قلت انعقد بتاريخ 30 مارس لم يكن في جدول أعماله هذه النقطة، وهي النقطة الخاصة بالمساهمة في الصندوق، في صندوق كورونا. بطبيعة الحال لم تطرح أصلا هذه النقطة، ولم تناقش هذه النقطة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ما جاء بعد ذلك هو خروج بعض النقابات ببيان أو لبلاغ مديال بأسماء ديال مجموعة ديال المركزيات النقابية. وكما تتبع الجميع أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم توقع على هذا البلاغ، لأنه كان بطبيعة الحال يحمل مجموعة من الأفكار غير صحيحة، مجموعة من المواقف غير صحيحة، لم تناقش مع الكونفدرالية، ولم تطرح أصلا في هذا اللقاء اللي قلت انعقد في 30 مارس 2020. وكانت الكونفدرالية واضحة في مواقفها بطبيعة الحال، لكن نفاجأ أن الوزير أو رئيس الحكومة عفوا سيخرج بمنشور بتاريخ 14 أبريل والخاص بالاقتطاع الإجباري من أجور المستخدمين والموظفين. والأدهى من ذلك هو الإقحام المرشور بطبيعة الحال المركزيات النقابية في هذا القرار. أنا لا تهمني المركزيات النقابية بقدر ما تهمني المركزية التي أنتمي إليها، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. لا يصح وغير معقول وغير مقبول وغير أخلاقي وغير قانوني أن يقحم السيد رئيس الحكومة المركزيات النقابية في هذا القرار. إذا كانت هناك مركزيات نقابية أعطت الضوء الأخضر للسيد رئيس الحكومة تنفيذ هذا الاقتطاع، فما عليه إلا طرحها بالإسم بطبيعة الحال، وسيدخل ذلك في باب التضامر كما قالوا. أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأؤكد ذلك، لم توافق ولم تناقش هذا الأمر أصلا، هذه النقطة لم تطرح أصلا كما قلنا في الاجتماع الذي كان في 30 مارس 2020. والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأؤكد ذلك لم توافق في أي نقاش كان على هذا الاقتطاع. وخير دليل على ذلك أن، ولكن هذا لا يلغي التضامن، كلنا المركزية النقابية التي أمثلها اللي هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبر تاريخها، وهذه مسألة ليست للمزايدة، كانت دائما متضامنة. وأول إضراب تقريبا وطني درناه كان تضامني مع الشعب الفلسطيني. وأحيل المستمعين، أحيل المواطنين، أحيل الموظفين على المراسلة التي خرج بها المكتب التنفيذي
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمؤرخة ب 19 مارس. هذا البلاغ الذي تضمن مساهمة أعضاء المكتب التنفيذي باقتطاع من الأجرة ديالهم لمدة أسبوع، وهذا قبل من المنشور ديال رئيس الحكومة، وتعطانا توجيه داخلي على أساس المساهمة الطوعية بطبيعة الحال، ماشي المساهمة الإلزامية إنما المساهمة الطوعية في إطار التضامن. أيضا الفرق بيننا وبين هذا المنشور هو أننا دفعنا مناضلين إلى المساهمة ولكن بشكل طوعي بشكل إلزامي وليس بشكل إلزامي، ولكن أن يتم الاقتطاع قسرا من أجور الموظفين من أجور المستخدمين في هذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، فهذا غير مقبول بتاتا تحت أي طائل تحت أي مبرر تحت أي. بالإضافة إلى ذلك فبالنسبة للصندوق أكيد أن هناك مجموعة من المستخدمين، هناك مجموعة من الموظفين الذين ساهموا بشكل أو بآخر بهذا القدر من المال أو ذاك، ولكن ساهموا عن طواعية بطبيعة الحال وساهموا ودون إكراه، ولكن أن يخرج علينا رئيس الحكومة بهذا المنشور والذي مضمونه هو إلزام وإجبار المستخدمين والموظفين على المساهمة، فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام. من بين علامة استفهام التي نطرحها، لماذا هذا الإجبار وهذا القهر مسلط فقط على الموظفين والمستخدمين؟ لماذا لم يلزم رئيس الحكومة الناس اللي لاباس عليهم في هذه البلاد بطبيعة الحال ومعروفين وماشي مخبين أنه يتلزم عليهم المساهمة؟ هذا راه وطن ديالنا كاملين، بلادنا ديالنا كاملين، بلادنا كتعيش حالة طارئة، ماشي علينا احنا المستخدمين، ماشي علينا الموظفين فقط، وإنما على الجميع، وبالتالي جميع المغاربة خاصهم يساهموا كما قلت ولكن بشكل التزامي فقط وليس بشكل إلزامي. بالإضافة إلى ذلك، ما مرة كنا طرحنا كمناضلين أن الدار ضريبة حول الثروة، بمعنى الدار ضريبة على الناس، الثروة ديال الناس اللي راه لابس عليهم، الدار تشهد العملية هذه، وبالتالي واش في المغرب فيما يوقع فيه شي حاجة طارئة بحال هذا الشيء غادي نولوا نديروا بحال الحلول اللي راها حلول كتبان بأنها حلول ارتجالية. من بين الملاحظات التي يمكن أن نلاحظ كمركزية نقابية هو تغييب الحكومة للمركزيات النقابية من تمثيلية في لجنة اليقظة. من المفروض أن المركزيات النقابية أن تتمثل بطبيعة الحال في هذه اللجنة ديال اليقظة. لماذا؟ لأنها تستهدف الشرائح المقهورة من هذا الشعب، الشرائح الضعيفة جدا من هذا الشعب، العمال بطبيعة الحال للمعامل تسدات ديالهم للشركات الضرات إلى آخره، وبالتالي هذا العمال الأقرب لهم هما النقابات وهما المركزيات، وأخصوا بالذكر كما قلت سابقا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولكي لا أطيل عليكم أجدد الشكر والتحية للقيادة الوطنية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مواقفها الواضحة تماما، والتي ومن بينها هذا الموقف الواضح الذي خرجت به يوم في مراسلة موجهة إلى السيد رئيس الحكومة نهار 15 أبريل، بمعنى بيوم واحد فقط من المرشور ديال المشهور دابا ديال رئيس الحكومة اللي كان نهار 14. الكونفدرالية الديمقراطية القيادة الوطنية ديالنا دارت مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة يوم 15 أبريل، المضمون ديالها هو الرفض القاطع والواضح لهذا الاقتطاع، والرفض الواضح والقاطع للمس بأجور الموظفين والمستخدمين. وتحية نضالية وشكرا لكم.